مرحبا بكم في أول حلقة أسبوعية من جديد أخبار الهاردوير. طبعا هذه السلسلة عزيزي المتابع ستكون شبه أسبوعية تغطي آخر أخبار الهاردوير بشكل سريع. كل هذا عزيزي المتابع لنكسر بها روتين المراجعات والتجميعات، فأتمنى أن تنال هذه السلسلة إعجابكم، فلا تنسى اللايك بليز. أول خبر عزيزي المتابع نبدأ به إمكانية صدور M.2 NVMe PCIe 5.0 يعني Gen 5. وما الذي أقصد به إمكانية صدور؟ أقصد إمكانية صدوره السنة المقبلة، يعني في سنة 2022 يمكن أن نرى PCIe 5.0 و M.2 NVMe Gen 5، يعني السرعات ستكون أكثر من خارقة. وللأسف خوكم منا لم يستطع تجربة الجين 4 الذي يأتي بسرعة خيالية حتى هو، وكل هذا يعود إلى معالج الآي 9 من الجيل العاشر الذي لا يدعم البي سي اي 4.0 ويكتفي فقط بالبي سي اي 3.0. يعني أنت لازلت يعني متأخرة قليلا ما دام AMD كانت تدعمها من الجيل الثالث، يعني من رايزن 3000 أقصد الجين 2، وأنت لتتطلب معالج الجيل الحادي عشر حتى تفعل خاصية البي سي اي 4.0 والـ NVMe جين 4 يصبح متفعل تلقائيا. والتكنولوجيا ما ليش قارعك عزيزي المتابع، لن تتوقف إطلاقا، والتسابق نحو إضافات جديدة لن يتوقف إطلاقا كما قلت. ومن المتوقع عزيزي المتابع أن أنتل و AMD تسعى من أجل تسريع الخطوات من أجل تصنيع مذربوردات ومعالجات تدعم PCIe 5.0 في أسرع وقت ممكن. وعلى حسب المحللين عزيزي المتابع، تكنولوجيا PCIe 5.0 ستطبق في الربع الثاني أو الثالث من عام 2022. وفيما يخص تفاصيل الـ NVMe PCIe Express 5.0 لا زالت غامضة إلى حد الآن، ولم أجد أي تفاصيل خاصة فيما يخص السرعة والحجم إلى غير ذلك، لكن لن يطول الأمر حتى نتعرف على كل هذه التفاصيل. نتوجه إلى الخبر الثاني. لابد ومن سماعكم أن رامات DDR5 أصبحت جاهزة، لكن الترويج لها يعتمد على صنع ماذربوردات تدعم DDR5. شاهدنا تطور المعالجات، شاهدنا النقلة النوعية التي حملتها كرة الشاشة، لكن لم نشهد أي تطورات كبيرة فيما يخص الرامات، أقصد رامات DDR4، بل شاهدنا فقط تطورات بسيطة، يعني لم تكن بتلك التطورات التي شاهدناها في كرة الشاشة والمعالجات. والDDR4 أعطى كل ما لديه وصمد معنا تقريبا لمدة 7 سنوات. نعم عزيزي المتابع، الDDR4 صمد تقريبا 7 سنوات، وهو يعني كما نقوله في العامية وفى وكفل عليه. أما الآن فحان وقت التغيير، ومن المتوقع صدور رامات DDR5 السنة المقبلة بإذن الله، بعد صدور ماذربوردات DDR5 مباشرة، شيء طبيعي. وهذه الرامات ستكون قفزة ضخمة إن قارناها مع رامات DDR4، لأنه بعض التفاصيل التي نشرت حول هذه الرامات أن كل ديم سلوت يستطيع تحمل حتى 128 جيجا بايت من الرام، يعني كل سلوت سيتحمل 128 جيجا بايت which is crazy. كل هذا بدون التكلم عن سرعة التردد إلى غير ذلك، وبأقل استهلاك طاقة ممكن. يبدو أن المستقبل يحمل مفاجآت كثيرة. ما رأيك بهذا الخبر عزيزي المتابع؟ اكتب لنا أراك في مكان التعليقات. ثالث خبر معنا، أنتل تصدر وتعلن عن معالجها الأقوى من فئة الزيون والموجه للورك ستيشن والشركات بصفة عامة. كل هذا بمعمارية الآيس ليك بدقة 10 نانومتر وتحت اسم زيون W3300، حيث أطلقت 5 معالجات من هذه الفئة. أقوى واحد فيهم زيون W3375 والذي يأتي ب 38 نواة و 76 مسار. ما رأيك بمعالجات إكزينو الموجهة للورك ستيشن والأعمال الضخمة؟ أو تفضل معالجات Threadripper الخاصة بـ AMD؟ كل هذا بدون التكلم عن معالجات AMD Epic الموجهة للأعمال فوق الضخمة والتي تأتي بمستوى آخر. كل الحرية لك عزيزي المتابع في مكان التعليقات. رابع خبر مشوق معنا عزيزي المتابع، أتوقع أغلبكم قد سمع به، ألا هو منصة ستيم داك، جهاز يشبه نوعا ما نينتندو سويتش.
بمواصفات بي سي ألعاب، وهو شيء مرحب به دوما في عالم البي سي. أعجبت جدا بالفكرة، لكن فيما يخص الديزاين أعتقد أن ديزاين النينتندو سويتش أفضل بكثير. بدون التكلم عن الديزاين نتكلم مباشرة عن المواصفات التي نتشوق إليها. المواصفات عزيزي المتابع، يعني ما نيش حفظها تلتمة، يأتي بـ AMD Zen 2، يعني معالج من AMD Zen 2، أوكي؟ بسرعات تردد من 2.4 جيجا هرتز إلى حتى 3.5 جيجا هرتز، يعني سرعات كما نقولوا بي سي متوسط. أما فيما يخص كرة الشاشة، فتم استعمال معالج رسومي من الـ RDNA 2 بثمانية أنوية وبسرعات ما بين 1 إلى 1.6 جيجا هرتز. أما فيما يخص الرامات، فالأمر كان مفاجئ بالنسبة إلي، بحيث تم استخدام 16 جيجا بايت DDR5، يعني تم استخدام تكنولوجيا DDR5 في منصة ستيم ديك، وهذا شيء مبهر حقا. أما فيما يخص المساحة، فستيم ديك يأتي بثلاثة مساحات، كل مساحة ولها سعرها الخاص. مساحة 64 جيجا بايت التي تأتي بكارت EMMC الذي لا أرحب به إطلاقا، ثم بعد ذلك لديهم منصة أخرى بمساحة تقدر ب 256 جيجا بايت NVMe SSD which is perfect، وكذلك مساحة أخرى 512 جيجا بايت كذلك NVMe SSD. تكنولوجيا الـ NVMe SSD أفضل بكثير من الـ EMMC. عندما نتكلم عن الـ EMMC بصفة عامة وبصفة أخرى، وكأننا نتكلم عن تكنولوجيا مشابهة نوعا ما للـ SD كارد، والسعر يبدأ من $399 إلى حتى $649 على حسب المساحة كما قلت. كل هذه التفاصيل ستجدونها في الوصف أسفل هذا الفيديو. إلى حد الآن كل الأشياء التي رأيناها في منصة ستيم ديك تبدو مشوقة، لكن الشيء الذي لم يعجبني عزيزي المتابع أن الشاشة، ما راح نتكلم عن يعني مساحة الشاشة لأنها تأتي ب 7 إنش، يعني 7 إنشات. أو الذي لم يعجبني عزيزي المتابع يتركز على دقة الشاشة التي تأتي بدقة 1200 × 800 بكسل، يعني وكأننا نتكلم عن دقة مشابهة نوعا ما للـ HD، فقط أعلى منها بقليل فقط. 800 بكسل ليست بعيدة عن الـ 720p، وهذا الشيء الذي لم يعجبني بالضبط في هذه المنصة. نحن في 2021 ومقبلين على سنة 2022، وأقل شاشة، وحتى شاشة الـ 1080p أصبحت يعني تبدو من الماضي. حاليا لما أقارن شاشة 2K مع شاشة 1080p فرق شاسع جدا، وما بالك بشاشة قريبة جدا من دقة الـ HD. لكن مع ذلك، ما دام الشاشة صغيرة فما راح تلاحظ فرق الشاشة الضعيف، لأن الشاشة صغيرة، ما دام الشاشة تكون صغيرة يعني كثافة البكسل تكون جيدة. لكن الأمر الذي أتساءل نحوه، ما دام هذه المنصة تستطيع تركيبها بكيبل الديسبلاي بورت، يعني لما تركبها على شاشة الفول اتش دي راح تكون دقة الشاشة أو دقة العرض كارثة على ما أعتقد. هذا هو السؤال المطروح فيما يخص منصة ستيم ديك. لكن شركة فالف، الشركة المصنعة لمنصة ستيم ديك وكذلك المشرفة عن موقع ستيم، أعتقد أنها قامت بهذا الشيء عمدا حتى تحتفظ بالبطارية، لأنه معروف أن شاشات الأول سكرين أو السوبر أمولد يعني تعطيك كثافة ألوان مبهرة، لكن تستهلك طاقة كبيرة من البطارية، وبالتالي أعتقد أن شركة فالف لعبت في هذا الأمر وأعطتك بطارية تدوم لتقريبا 40 ساعة، وهذا أمر مبهر. وعلى ما توقع ستقوم شركة فالف بعمل نسخة البرو كما عملته سوني والإكس بوكس لغير ذلك، تصلح فيها هذه الأشياء، شيء متوقع. ومن المتوقع عزيزي المتابع أن يصدر هذا المنتج في الربع الثالث من 2022، والبري أوردر سيكون بعد شهرين من الآن تقريبا، which is crazy. آخر خبر معنا عزيزي المتابع، AMD لا زالت مستمرة في التسابق والبحث عن تكنولوجيا جديدة من أجل محو كل منافسيها، من خلال تأكيدها أن الزين 4 والـ RDNA 3 أصبحت أمر مؤكد أنها ستعلن العام المقبل إن شاء الله. وللتذكير عزيزي المتابع أن معمارية الزين 4 ستكون بدقة 5 نانومتر، which is crazy، يعني سنشهد تغيرات ضخمة من خلال القفز إلى هذه الدقة. ومعالجات الزين 4 ستكون تحت اسم رايزن 6000. لكن الأمر الذي أتى مع هذا الخبر أن أقوى معالج في الزين 4 ما راح يتجاوز 16 كور، يعني ما راح يتجاوز 16 نواة، وهذا أمر يعني أتعجب فيه قليلا. نفس الأمر الذي عملته أنتل لما
يعني هبطت من ال 14 نانومتر الى ال 10 نانومتر، قامت بتخفيض عدد الانويه من 12 نواه الى 8 انويه، امر لم افهمه بعد الى حد الان. والجدير بالذكر ان اقوى معالج في الزنتري كان يصل الى حتى 24 نواه. لابد من وجود مبرر مقنع من اجل تخفيض من عدد الانويه الرئيسيه، يمكن ان نتكلم عنها في مقطع مستقل. كما ان معالجات الزن 4 ستاتي بسوكت AM5 بعدما كانت السوكت الخاصه بها AM4. طبيعي جدا يتغير السوكت بعدما تغيرت الدقه، لكن من المتوقع ان اغلب ليكويد كولينج والاير كولينج التي كانت تركب على السوكت AM4 من المتوقع جدا ان تستطيع تركيبها على هذا السوكت. ونرجو من AMD ان تقوم بتكرير نفس الكره التي عملتها مع AM4 مع تمديد فترة الـ AM5، يعني يمكن أن نجدها من الـ 6000 حتى ربما الـ 8000. Who knows؟ هذه الحركة التي عملتها AMD في الـ AM4 كانت جد فعالة وكسبت الكثير من الجماهير على حسب رأيي. والجدير بالذكر كذلك أن معمارية الزن 4 ستكون أقوى بـ 25% مقارنة مع الزن 3، لكن ستوب عزيزي المتابع، قبل ما تقارن المعماريتين، الجدير بالذكر كذلك أن AMD لا زالت جديدة في دقة 5 نانومتر ولا تستطيع أن تقارن 5 نانومتر و 7 نانومتر ما دام AMD لا زالت جديدة في هذه الدقة. أتمنى أن أكون واضح فيما شرحت حاليا. إذن عزيزي المتابع، كان هذا كل شيء من حلقة اليوم. أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه الفقرة وهذه الحلقة قد نالت إعجابك، ويمكن أن نعيدها بشكل شبه أسبوعي إن شاء الله. ما رأيك في هذا؟ أتمنى أن تعلق وتعطينا أراءك في مكان التعليقات. كان هذا كل شيء من حلقة اليوم. أتمنى كذلك من كل قلبي أن تضع لايك وأن تشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات، لأن يوتيوب حاليا يبين لي أن الكثير من المشاهدين غير مشتركين في القناة. ماذا تنتظر؟ What are you waiting for? Please اشترك في القناة الآن وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك مقاطعنا أول بأول. كان معك أخوك عصام من قناة ديسات كوميونيتي، and see you next time.